اليوم كنتواجدوا بقرية أي تامر، يعني كما كتشوفوا الشباب التمراوي متواجد بكثافة، يعني تضامنا مع ضحايا الزلزال، إخواننا ضحايا الزلزال اللي كيتواجدوا بالحاوز وتاردان كذلك ورزازات. إن شاء الله كنتمناو الرحمة والغفران لهاد الناس هادو، وإن شاء الله نتمناو المغاربة ينوضوا كاملين يتضامنوا مع هاد الناس هادو، يعني يكونوا يد وحدة، والله الله يرحمهم مرة أخرى. كنتمنى من المغاربه يكونوا يعني كما قلت في الاول يكونوا يد وحده، يعني يتعاونوا مع اخوتهم المغاربه، يعني باش ان شاء الله يعني ما يحسوش بهذه النقطه هذا، خصوصا بعد ما كانوا الوفيات في صفوف النساء، في صفوف الرجال، في صفوف كذلك الاطفال. تبع الجمعيه ديالنا جمعيه ايمال للتنميه والاعمال الاجتماعيه، يعني كاين واحد الاقبال كبير على يعني هذه المبادره هذه، يعني توصلنا بالملابس، توصلنا بالمواد الغذائيه، توصلنا بجميع الاشياء اللي كتجي في مصلحه الضحايا اخواننا ديال تردنت، واللي كيتواجدوا كذلك بمدينه مراكش.